أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وإلى الشأن اليمني، حيث أعلنت الأمم المتحدة الاثنين أن المحادثات بين الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية تمخضت عن آليات جديدة لتعزيز وقف إطلاق النار وخفض التوتر، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيقها في أسرع وقت. أشارت المنظمة الدولية إلى أن الاتفاق شمل العمل على عدم التصعيد في الحديدة على الساحل الغربي لليمن، علاوة على الجوانب الفنية لسحب القوات من هذه المنطقة، وفق ما قالته وكالة رويترز. طلب الفريق اليمني الحكومي في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار بالحديدة خلال الاجتماع الثلاثي الذي عقد على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة يوم الأحد، بضرورة إيجاد آلية فعالة لتثبيت وقف إطلاق النار في الحديدة. أيضا أعلنت الأمم المتحدة الاثنين أنه أطراف الحرب في اليمن اتفقت على هذه الآلية، وافق مجلس الأمن أيضا بالإجماع على تمديد عمل بعثة مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن لمدة 6 أشهر أخرى. للحديث أكثر تفصيلا عن الشأن اليمني بيشرفنا في الاستوديو الأستاذ محمد يحيى الصبري، مستشار رئيس الوزراء اليمني. أهلا بك سيادة المستشار. إذا نبدأ بآخر الأخبار التي ذكرناها، يعني الأمم المتحدة قالت أنه الأطراف اتفقت على آلية وإجراءات جديدة لإعادة فرض وقف إطلاق النار وعدم التصعيد في اليمن، ولكن هل سيلتزم الحوثيون بهذا؟ دعني بالبداية يعني أتوجه بالشكر لكم على اهتمامكم بالشأن اليمني، وربما التوقعات المستقبلية ما يخص التزام الحوثيين، يعني لا يريد الواحد أن يقول أمر مفرغ فيه أنهم لا يلتزمون بأي اتفاق، ولا هم في صدد أن يلتزموا بالاتفاقات، لكن دعنا نقول أن لا تزال الأمم المتحدة تدير مقاربة عجيبة فيما يتعلق باتفاق ستوكهولم في الحديدة. أي. هذه المفارقة العجيبة تتمثل أولا بالصمت الشديد طوال 6 أشهر الماضية على ما جرى من خروقات هذا الاتفاق. هذا الاتفاق عمره إلى الآن 7 أشهر، ومع والخروقات بدأت من ثاني يوم، يعني ثاني من عقد هذا الاتفاق من ثاني يوم، وكلما رفعت الحكومة صوتها أو مطالبها للبعثة الدولية للمبعوث الأممي لكي يتدخلوا لحماية هذا الاتفاق على الأقل طلبا للسلام وسعيا نحو التهدئة، كانت الإجابات تأتي غامضة مبهمة لا تدري مصدرها، على ماذا يعتمد جرافيت وبعثته في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في, في هذا الأمر، والتي تم التمديد لها 6 أشهر أخرى. هنا يأتي المقاربة الثانية. يعني أنا حضرت هنا قبل تقريبا 2 شهر وكنت في مقابلة حول هذا الموضوع بالذات، وقلنا أنه الأمم المتحدة برضو تنظر إلى موظفيها ومرتباتهم وما تستلمون من إمكانيات كأنها هي القصة الرئيسية وهي محور السلام في الحديدة وفي اليمن بشكل كامل. كلما كان هناك جلسة لمجلس الأمن ينعقد، يتحرك جريفيت لكي يعمل دعاية إعلامية أو تنقلات أو تحركات، وبالأخير تنتهي القصة إلى تقرير أمام مجلس الأمن، يكون هذا التقرير مثل التقرير الأخير يعني الذي قدمه العرض الذي قدمه لا يسوى قيمة الحبر الذي كتب فيه. هذا الاجتماعات الطارئة التي ظهرت فجأة هكذا وعلى سفينة، وطبعا قصة السفينة هذه قصة لوحدها يعني جاءت متوافقة مع، وقال أن السفينة لم تتمكن من الرسو في أي من الموانئ، يعني في 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 يعني أولا يعني هذا التوقيت توقيت الانعقاد مع نهاية فترة البعثة الدولية، هي انتهت مهمتها، هي صدر القرار فيها في 1 يناير وانتهت في 1 يونيو. كان لابد من شيء يجري على الأرض تتحرك هذه البعثة لكي يصدر لها قرار التمديد. هذا يعني تقدير وتقييمي أنه هذه واحدة من المقاربات الخطيرة والمخلة في سلوك الأمم المتحدة تجاه الأزمة اليمنية، بمعنى أنه الرغبة الحكومية نحو السلام ونحو تنفيذ هذا الاتفاق تقابل بنوع من العبث في الإجراءات التي يجري الترتيب لها. قصة السفينة، أنت تعرف أنه هذه السفينة ستكلف طبعا إيجارها
كل 9 أشهر، كل 12 شهر، يعني قرابة ما بين 2 مليون إلى 3 مليون دولار. البعثة الذي مددوا لها ستكلف ب3 أشهر 175 مليون دولار. يعني نحن أمام سلام له علاقة بنفقات المبعوثين الدوليين بما يتعلق بالله. وللأسف الشديد أن يقول هذا الأمر الواحد وبمرارة شديدة، اليمنيين منذ بداية ثورة الربيع في عام 2011 كانوا ينظرون إلى الأمم المتحدة على أنها الطرف المحايد الذي يستطيع أن يتعاطى مع الشأن اليمني بعيدا عن المصالح والطموحات الدولية وطموحات القوى الكبرى. لكن للأسف الشديد مسار الأداء الأممي في اليمن منذ بعثة جمال بن عمر وحتى بعثة جرافيت لا تبشر بخير على الإطلاق. طيب يعني عطفا على ما قلت أستاذ محمد، هناك وسائل أعلام أعلنت أخبار غير مؤكدة حتى الآن عن أن الحكومة يعني بتدرس حاليا تعليق التزاماتها في اتفاق ستوكهولم بسبب خروقات ميليشيا الحوثي، هل هذا الكلام صحيح؟ رغم هذا الاتفاق الأخير اللي ذكرناه في أول الحوار. يعني أعتقد أنه في يعني نوع من الغضب والاحتقان موجود في الأوساط الرسمية والحكومية والشعبية في اليمن تجاه أداء المبعوث الأممي وبعثته وتجاه هذا الاتفاق الذي كان من البداية عبارة عن تفاهم بالهوى، تفاهم يعني لا تسرد حقائق على الأرض وليس ولا توجد له ضمانات التنفيذ على الأرض، ومع ذلك تم الضغط على الجانب الحكومي لقبول هذا الاتفاق. إلى أي مدى نحن بصدد أن يتحقق تقدم وسط هذا الأداء الرخو؟ أعتقد أنه من حق الحكومة اليمنية، وقد بعثت رسالة للأمين العام للأمم المتحدة وأبلغت جرافيت في آخر لقاء مع نائب الرئيس ورئيس الحكومة أنهم غير راضيين تماما عن أداء البعثة الدولية وعن أداء المبعوث الأممي، سواء بما يتعلق بالاتفاق والانسحاب الأحادي الذي جرى من طرف واحد دون أن يكون هناك أي رقابة من أي نوع حتى كما نص عليه الاتفاق، أو ما يتعلق باستمرار الخروقات المسلحة التي تجري على طول أولا الساحل الغربي وهي منطقة الاشتباك الرئيسية ذات الصلب الحديدة وفي مواقع كثيرة، وآخرها إصدار أحكام الإعدام بحق 30 مختطف وأسير لدى جماعة الحوثيين. كانوا هؤلاء 30 موجودين ضمن قوائم تبادل الأسرى الذي تم الاتفاق عليه في ستوكهولم. فكيف يمكن للحكومة أن تتعامل مع اتفاق يجري خرقه بهذه الطريقة وبهذا الوضع وتظل الحكومة متفرجة أو صامتة على هذا؟ أعتقد طيب. أن الصمت أمر لن يكون صائبا على الإطلاق. يذهب جريفيث إلى صنعاء بعد غدا الأربعاء، برأيك ما أجندته في صنعاء؟ قياسا على الزيارة السابقة أتوقع شيء يعني الآن تم التمديد للبعثة 6 أشهر وتم الاتفاق على آليات، نعرف جميعا أن الحوثيون يعني حيخترقوها. نعم. إذن لماذا يذهب جريفيث إلى صنعاء؟ سيذهب حسب ما قيل اليوم أن الاتفاق الذي توصلوا إليه مع رئيس بعثته العسكرية في الحديدة أنهم اتفقوا على موضوع المفاهيم، مفاهيم الانسحاب المرحلة الأولى ومفاهيم الانسحاب المرحلة الثانية والثالثة، ولكن هذه المفاهيم متعلقة بقرار سياسي، لابد أن يكون هذا القرار بيد عبد الملك الحوثي وجماعته، ولابد أن يكون بيد الرئيس عبد الرب منصور وحكومته. هل سيذهب جرافيت إلى صنعاء للتباحث بهذا الشأن، أن يأخذ على خط أخضر لتنفيذ الاتفاق، أم أن هناك شيئا آخر له علاقة بالأزمة الكبيرة الآن المحيطة بالمنطقة، الصراع الأمريكي الإيراني، خصوصا أن جرافيت التقى بخالد بن سلمان اليوم، وكان من ضمن ما صرح وهو أمر مثير للانتباه أنه يريد أن يجنب اليمن الصراع الإقليمي. يعني منطق كيف هذا؟ لا تدري يعني معنى أنه جرافيت هذا كيف يفكر، وهذه أحد المشكلات في التعامل معه. فيما الوضع الآخر كان اليوم يعني يقال أن الوساطة الفرنسية طلبت من الإيرانيين أنهم يضغطوا على
الحوثيين أن يخفوا من موضوع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على المملكة العربية السعودية وعلى منشآتها الحيوية. هذا واحدة من الملفات الكبيرة التي ممكن يحملها لجماعة الحوثي أو لا يستطيع أن يعلنها، أو هو مهيأ نفسيا لأن يتعاطى مع هذا الموضوع، وكأن جماعة الحوثي ليست ميليشيات متمردة وخارجة عن القانون وبالمخالفة لقرارات مجلس الأمن. لست متفائل من زيارة لصنعاء، ولا أحد يتفائل قياسا على الأقل حتى على الزيارة السابقة. الزيارات السابقة، يعني المبعوث الأممي في اليمن أيضا قام بجولة شملت موسكو، أبو ظبي، مسقط، واشنطن، يعني في إطار المساعي يعني التي يبدو لها. ما الهدف كان أيضا من كل هذه الزيارات لهذه العواصم؟ المبعوث بعد حملة المطالبة بتعديل سلوكه الذي جرى في خلال الفترة الماضية، وتقديم الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثته الخاصة التي ذهبت وقابلت الرئيس عبد الرب المنصور، قدموا إشارات على أنه المبعوث سيعدل من سلوكه بما يتعلق سواء بتطبيق اتفاق ستوكهولم أو ما يخص التعاطي مع الأزمة بشكل كامل. الجولة الأخيرة نتمنى أن تكون في إطار استعادة المسار وفق لقرارات مجلس الأمن والمرجعيات المتعارف عليها ونص وروح اتفاق ستوكهولم. هل سيجري؟ من المفترض هذا، يعني هذا المفترض، لكن قياسا يعني نحن لابد أن يكون عندنا مجموعة من المؤشرات التي نحكم فيها على الأحداث. واحدة منها السلوك السابق للمبعوث، زيارته السابقة لصنعاء، يعني زارها أكثر من مرة، ولكنه كان يخرج بوعود إما قبل اجتماع لمجلس الأمن أو قبل حدث خطير أو قبل عملية عسكرية سينفذوها. نتمنى ألا تأتي هذه الزيارة أيضا بنتائج سيئة كما هي عادة الزيارة السابقة. كيف تقيم اتفاق ستوكهولم أستاذ محمد؟ يعني هل له أمل في أن يطبق أم نريد آلية أخرى الآن لإجبار الحوثيين على الالتزام؟ اتفاق ستوكهولم، وأنا تكلمت بهذا الموضوع يعني في أكثر من مرة، أنه وفي أحد الحلقات هنا يعني كنت ضيفكم بهذا الموضوع. اتفاق ستوكهولم فيه مجموعة من المشكلات. أولا هو اتفاق ليس مكتوبا، مكتوب من طرف الأمم المتحدة ولم يوقع عليه من قبل الأطراف، يعني عبارة عن مجموعة من التفاهمات التي جرت في ظرف معين رغبة بأن يجنبوا الناس مدينة الحديدة الدمار. هذا الميناء كبير، وهذا الميناء يعني مفتوح ل 75% من حجم التجارة والاستيراد بالنسبة لليمنيين، أكثر الموانئ حركة في يدر الملايين من الدولارات شهريا. كان الوضع تقدير أنه هذا الاتفاق وهذا التفاهم يمكن أن يجنب المدينة الدمار والخراب، لكن ما يمكن أن تعتمد على اتفاق ناقص التفصيل وناقص التوجهات وناقص آلية الرقابة وناقص صياغات كثيرة، يعني صفحة واحدة هي كل الاتفاق أو ما قيل الاتفاق. وبحضور هذه الهلمة الإعلامية التي جرت أضعفت الاتفاق، وكان هناك ملاحظات للحكومة طبعا على كل هذا وقتها، ولكنها قررت أن تسير الاتفاق. كان في ملاحظات كثيرة، ولكن الضغوط الإقليمية، يعني نحن لابد أن نأخذ في الاعتبار أيضا أن الحكومة اليمنية تعمل وفق وضع إقليمي معين، يعني التحالف العربي له رأي وأطراف في التحالف العربي لها آراء مختلفة أيضا فيما يتعلق بالاتفاق الذي جرى. لكن اتفاق ستوكهولم يظل بالنسبة كان للجانب الحكومي ولليمنيين أمل يتعلق فيه لعله يكون فاتحة لسلام، لكن المشكلة الرئيسية يعني مع كل هذه المشاكل المتعلقة بهذه التفاهمات، ولكن لا تستطيع الحكومة اليمنية يعني أن تتخلى عن هذا الاتفاق، هي تتخذه كمرجعية. لا تستطيع أولا أن تتخلى عن منطقة البحث عن السلام، لكن المشكلة الرئيسية اللي تواجه الحكومة اليمنية أنها أمام ميليشيات عابثة مثلها مثل كل الميليشيات في الدنيا. هذه ميليشيات تخرب الدولة، تخرب المجتمع، لا فكرة لديها عن القانون ولا عن السياسة، ولا كل همها أن تستولي على الموارد وأن
تقتل الناس في كل الجبهات. منطقة العصابات يعني. منطقة العصابات، منطقة العصابات. هذه أحد مشكلات اتفاق ستوكهولم. لذلك هل هناك إمكانية لفتح الحديث عن إطار سلام شامل؟ أعتقد أنه هذا الوضع لا يزال مرهون بالأزمة الكبيرة الموجودة في المنطقة بشكل كامل، لأن الحوثيين اليوم أظهروا أنهم عبارة عن مقاول من الباطن يستخدم الصواريخ والطائرات لأذية المصالح الدولية والمصالح الإقليمية، استخدام الأراضي اليمنية توظيفها وتقديمها كمنصة إطلاق لإيران واحدة من التحديات الآن اللي تقف أمام كل اتفاق سلام في المستقبل. طيب يعني وقت الحوار بينتهي، ولكن سؤالي الأخير لك أستاذ محمد، يعني عن الأوضاع الإنسانية الموجودة الآن في هذه المناطق، مناطق الاشتباكات بين القوات اليمنية وميليشيا الحوثيين الإرهابية، ما هو الوضع الإنساني؟ وضع صعب، وضع صعب بكل المقاييس، وضع صعب يعني من الناحية الخدماتية، من ناحية الكهرباء، من ناحية المياه، الصحة، التعليم. هذه مناطق تكاد الآن تكون يعني خرابة واسعة، مخيمات النازحين، اللاجئين، ولا يزال الآن الميليشيات تستخدم لاجئين من أفريقيا وتعمل لهم معسكرات في الأراضي اليمنية. لكن الناحية الإنسانية نحن لابد أن ننظر لها بمقاربة مختلفة. ليست هذه الناحية الإنسانية مش من فعل الطبيعة، مش زلزال، ليس زلزالا جرى ولا عاصفة ولا إعصار. هذه الأزمة الإنسانية سببها الانقلاب على الدولة، سببها الميليشيات، وسببها الأخطاء المتراكمة سواء للتحالف الذي تدخل في اليمن أو لقصور الحكومة في كثير من الجوانب، وفي الأخير هذا المجتمع الدولي الذي يتعامل مع الأزمة اليمنية بخفة كما يتعامل مع بقية أزمات المنطقة بشكل كامل، أنها عبارة عن مصدر للابتزاز ومصدر للارتزاق ومصدر لتوسيع النفوذ. يعني الجانب الإنساني اليمنيين يتكيفون ويحاولون أن يعني يخرجوا من هذا الوضع بقدر ما يستطيعون، ولكن طالما استمر الانقلاب واستمرت الميليشيات بأعمالها واستمر إنتاج ميليشيات جديدة إلى جانب هذه الميليشيات، الأزمة الإنسانية ستكون حادة بكل تأكيد. تحية للشعب اليمني العظيم يعني الصابر على كل هذه الابتلاءات، إن شاء الله كل هذا يزول ويعني يرجع اليمن مرة أخرى إلى سابق عهده وازدهاره. بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار الأستاذ محمد يحيى الصبري، مستشار رئيس الوزراء اليمني، شكرا جزيلا لحضورك. مشاهدينا بهذا بتنتهي هذه الحلقة من ما وراء الحدث، غدا حلقة جديدة وموضوع آخر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.